بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم وصناع الرياده ودائما احنا متعودين مع بعض في صناع الرياده كل يوم بيكون معانا مجموعه من الرواد اللي بنستلهم من طاقتهم وخبرتهم ما نحن في امثل الحاجة اليه هتكلم معاكم النهارده عن التخلص من الخوف وما اجي اتكلم عن الخوف الخوف بنقسمه لنوعين في خوف طبيعي وخوف مرضي الخوف الطبيعي هو انك بتخاف من اشياء من الطبيعي انك تخاف منها زي واحد بيخاف في اسد قدامه طبيعي انه يخاف لانه لو ما خافش الاسد هيتعشى بيه وفي ناس بتخاف من حاجات مش من الطبيعي انها تخاف منها وده تاني نوع من الخوف وهو الخوف المرضي بنسميه فوبيا والخوف المرضي هو شعور سلبي قوي تلقائي ورد فعل الحدث معين ما تتحكم في نفسك وقت الحدث ده وبيستمر الخوف ده معاك مدى الحياة لما بنتكلم عن الخوف المرضي هو إحساس وشعور بسبب موقف معين حصل لي ممكن تكون بنوته جميله اتخطبت حبت خطيبها قوي حبها قوي في النهايه حصل لها صدمه وفيه فما كملتش للنهايه فكل لما يتقدم لها حد تقول مش عايزه ليه؟ مش ناقصه انا اتصدمت مره هتصدم التانية انا اتوجعت مره هتوجع التانية في حدث معين ما قدرتش تتحكم في الحاله النفسيه والمشاعر بتاعتها فيستمر معاها هذا الخوف من الشيء ده مدى الحياه. لما بيجي لي بعض الحالات في المكتب وبعض الحالات بنصنفها حاجه اسمها جاموفوبيا والجاموفوبيا هو الخوف من الجواز. فاحد الحالات بشوف المشكله دي فقالت ان صاحبات اختي الكبيره اتجوزوا وعدد كبير منهم اتطلق بعد اول سنه فانا اتجوز ليه؟ فده بنسميه خوف. الخوف لانواع هو الخوف البسيط انك بتخف تعمل الحاجه ولكن يوم واتنين وتلاته ويوم واتنين وتلاته الخوف ده بدا يقل بمجرد ما تدخل في الحاجه الخوف ده بيقل وفي حاجه تانيه اسمها الخوف المرضي الخوف المرضي المركب وهو انك تكرار مواقف حياتيه تجربه مع تجربه مع تجربه مع تجربه مع صدمه مع صدمه مع صدمه سببت لك خوف مركب بعد كده بتكلم معاكم عن جزئية مهمة جدا وهي الخوف الاجتماعي يا ترى الناس هيقولوا عليك ايه يا ترى الناس هيشوفوك ازاي يا ترى الناس هيتعاملوا معاك ازاي وهنا ان الناس اللي بتخاف من رأي الناس فيها وخلينا اقول لك حاجة الناس لا هيعجبها العجب ولا الصيام في رجع عارف انت وانت فاشل هيقول لك شوفه فاشل ويوم ما تنجح هيقولوا يا عم ده مولود في بقه معلقه ذهب ده ضربه حظ فالخوف من هنا بيكون من الناس فما تفكرش في كلام الناس واي حد لازم تتعامل مع مبدا رايك فيا لم ولن يدل عليا ولم يؤثر فيا الا بصوره ايجابيه هنا احنا بنتكلم عن الخوف الخوف لازم تعرف ازاي تتحكم فيه لازم تعرف ازاي تتخلص منه في ناس بتخاف ان هي تفشل فعايزك تعرف ان فاذا عدمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين وكلمه المتوكلين عكس المتواكلين فالمتواكلين هو الباشا قاعد حاطط رجل على رجل ومستني النجاح يجيله لكن المتوكل على الله هو بيتعب ويشقى وسايب النتيجة على المولى عز وجل وفي ناس بتخاف ان النجاح يبقى اكبر منها يقولك لك انا مش قد الحاجة دي انا مش قد المكان ده وهنا بتكلم على الخوف من النجاح ومن هنا بقول لك ان النجاح ما تخافش مش هيكون اكبر منك مش هيكون اكبر منك مستحيل يبقى اكبر منك غير هنا لما بتشتغل على النجاح انك تقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها في اي حاجه انت بتدخل فيها انت قادر انك تواجهها وتتخطاها فاصل وهنرجع مره تانيه وصناع الرياده اعزائي المشاهدين ورجعنا ليكم مره تانيه وصناع الرياده ومعانا دلوقتي فقره رائعه لما بتكلم عن الاولاد هم فلدت أجدادنا هم حياتنا هم روحنا فان ابنك يكون انسان وطفل مبدع وناجح فاحنا هنا بنتكلم في احساس رائع بيحتاجوا الأب والأم عشان كده هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو كيف أنشئ طفلا مبدعا ودعونا نرحب بالدكتورة مها بوادي أخصائي الصحة النفسية معنا الدكتورة من أهلا بحضرتك دكتور أهلا أه بحضرتك إيه. الحمد لله تمام, كله تمام الحمد لله تمام الحمد, الحمد لله. لله بنتكلم عن كيف أنشئ طفلا مبدعا وعايزين نعرف الاول كده ايه الدور المهم اللي بيقوم بيه الاب والام عشان يطلعوا لنا طيب وعشان يتحكم في شخصيه ابنائه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين هنقولوا الأب والأم بابين من أبواب الجنة عظيمين لو لو واحد منهم رحل عن الدنيا فباب من الأبواب دي بيتقفل بالرحمة بالدعاء بتاعهم بكل الفضل اللي له في نفس الوقت برضه هنقول الأبناء سبب في رفعة والديهم في الدنيا وذخر لهم برضه في الآخرة إن شاء الله لأن الله يصلح بالعبد ولده وولد ولده سبب في دخول الوالدين الجنة إن شاء الله ورفعتهم لان في حديث بيقول ان الوالد اللي يرتفع في الجنه درجات بدعوه ولده له بدعوه ولده له وايضا يلبسنه لو كان الابناء صالحين بيلبسوا الاباء تاج الوقار فمن هنا بنقول إن, ان الابناء برضو لهم حق على الاباء والعكس صحيح يعني هنبتدي من الاول ونرجعوا لورا شويه هنقوله ان زي ما في عقوق من الابناء للاباء في عقوق من الاباء للابناء ازاي من البدايه من اختيار الزوجه من من عدم اختيار الاسم الطيب للابناء بنلاقي كتير من الاباء بيسموا يعني خوفا من الحسد او ما شابه بيسموا أبنائهم اسماء يعني فظه غليظه. م. فدي بتبقى يعني شيء سيء للابناء فبالتالي بيترسب عليهم وبيرجع وبي عليهم بحاجات سلبيه في حياتهم. يعني بتبدا من اول ما الاب يجي يختار الام او الام تختار الاب للابن وحتى بيختاروا له اسمه. ايوه من البدايه من البدايه من اختيار الاسم ده بي بيسبب بعد كده بقى مشاكل نفسيه رهيبه التنمر في المدرسه وبيسبب بي مشاكل للابناء آه يعني الاسم نفسه بيبقى صعب بين زملائه فمن هنا بنقوله ان من البدايه الاول خالص الاباء لازم يراعوا ربنا في في ابنائهم وما يتسببوش في العقوق الابناء في نقطه مهمه عايزة اتقال فيها يعني حضرتك قلتي ان ممكن يحصل تنمر في المدرسه والله انا شايف نقطه يعني مهما كان الاسم هي دي حاجه فينا سبحان الله يعني في المجتمع المصري بنلاقي كل واحد كده بي... ليه اسمه و... واسم الحيوان اللي ملقب بيه يعني هم دايما كل واحد دايما لازم هيتنمروا مهما كان اسمه يعني. ايوه ازاي ولي الامر يتعامل مع ابنه لو الولد تعرض لتنمر حتى لو بالاسم اللي والده او والدته سموه له ورجع انا بكره اسمي ليه؟ اصل بيتنمروا وبيقولوا عليا كذا كذا كذا. إزاي ولي الأمر في المرحلة دي يتعامل معاكي؟ والله يا دكتور المفروض ولي الأمر في, في الأمر ده يتصف بالحكمة ويشغل يعني يشغل الدماغ شوية ويشغل عقله أنا استحضرني موقف لعالم كبير كان هو دلوقتي أنا مش متذكرة الإسم بس هو كان عالم كبير أمريكي فالعالم دوت المدرسة بعتت لوالدته إن هو مهاراته غير كافية في المدرسة فبالتالي الام شافت الورقه دي وطبقتها وحطيتها في مكان ما وقالت له قال لها انا ليه مش رايح المدرسه بكره فقالت له انت قدراتك العقليه اعلى من المدرسه قدراتك العقليه اعلى من المدرسه هم مش قادرين يستوعبوها فبالتالي جابت له مربيه في البيت والمربيه اتواصلت معاه وفضلت هي تعلمه بالقصه كل يوم تحكي له قصه معينه عن حد مبدع و هو بقى عالم كبير دلوقتي انا مش متذكره الاسم بس, بس هنا الام ابدعت وشغلت يعني فكرها الابداعي وبدات تشوف المهارات اللي عنده وبدات تطلعها وبدات تخرجه من جو التنمر خالص وبدات تستخدم معاه الاساليب الصحيحه في التربيه. يعني ما قالتلوش مثلا يا ابني لا. انت وحش ومش داخل مدرسه تاني، لا, لا ده ده انت قدراتك اعلى من ده اعلى من المدرسه وبالفعل مم. ان هم ما يقدروش يتعاملوا مع هذه الفروق الفرديه مم. فبالفعل قدراته اعلى من مم. من أي. عقلياتهم يعني. ايوه آه في جزئيه مهمه عايزين نعرفها، ايه اهم المشكلات مم. اللي بتكون موجوده عند الابناء عموما؟ اهم المشكلات يا دكتور احنا هنبدأوا برضو من ال... من الصغر هنبدأوا زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لعبوهم سبع و, و... يعني وجهو... و... ووجهوهم سبع و وصاحبوهم سبع م. ثم اتركوا لهم الحبل على الغارب فاحنا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسن فالحديث بيوجهنا ان سبعه وسبعه وسبعه وان احنا ما نتخطاش كل مرحله كل مرحله لها وقتها يعني وقت اللعب في الاول ما نتخطوهوش ده وقت الاستكشاف بتاع الطفل اللي الطفل فيه بيبدا يستكشف العالم الخارجي بيبدا ينمي مهاراته وبتبدا الام تلاحظ الام لازم في الفتره دي تكون مبدعه وتكون ملاحظه وتلاحظ ابنها وتراقبه بس بحب تلاحظ ابنها تبقى متواجده حواليه دايما محيطاه الام والاب لان الاب برضو ليه دور كبير في الموضوع ده دايما تلاحظوا هو ال... الوقت ده بيبقى وقت اللعب والابتكار وال... والاستكشاف بعد كده بقى بيبدأ هو المرحله اللي بعد كده بيبدأ بقى مرحله اعلى شويه اللي هي مرحله التفكير بقى ويبدأ سن المدرسه تبدأ الام برضو تشوف المهارات اللي عنده لو في مهارات بقى يعني ادبيه بتحاول تنميها برضه لو في مهارات عقليه زي الابداع والتميز والتنظيم بتبدأ معاه برضو خطوه خطوه يعني بتشوف المجال اللي هو بيمشي فيه صح تبدأ معاه لو هو مثلا من النواحي الادبيه بتبدأ شاعر مثلا بتحاول تنمي في الموضوع ده كتابه قصه نسر القاء شعر بتحاول هي تتجه الاتجاه اللي الابن ايه ماشي فيه وبتحاول تنميه بعد كده بقى هنخش على مرحله المراهقه وهنقول له ان المراهقه ديت يعني موضوع صعب شويه هو عايز حلقات بس ممكن نوجزوه في حاجات بسيطه يعني بالنسبه لل يعني هوجه ان الام هي المصنع الاول للرجال وهي اللي بتبني الرجال والام هي اللي العمود البيت وكل حاجه بتبقى الام هي الاساس المكتمل الرجاله هيزعلوا مننا كده لا الرجاله طبعا لا ف... فهقول حاجه برضو لل... للرجال خلينا نكمل موضوع الام بس يو. ان من ادخل السرور على انثى كانما بكى من خشيه الله. فديت انا ببعتها رساله برده لكل اب وكل اخ ان ديت يعني ايه نقطه كده في ودنه بس مش كل طبعا انثى هي بس ايه يعني المحارم بتاعته اخته زوجته بنته يعني يحاول ايه يعني إيه؟ ادخال السرور لو بحاجه حلوه حاجه يعني بسيطه كده فالموضوع ده بينمي عندها الشعور بال يعني بتحس بالاحتواء البنت في المرحله دي بتبقى محتاجه احتواء من الاب والاخ اللي حواليها وانها ما تسمعش كلمه من بره لازم دايما البنت تسمع كلام مشبع من البيت عشان ما تتجهش اتجاهات خارجيه محدش غير يعني الوالد واخواتها يشبعوها حنان وحب عشان ما تسمعش كلام من حد بره البيت هنقول برضو فتره المراهقه يا دكتور بتتسم بكذا صفات السمات الاساسيه في الفتره دي اللي هي لا لا بيرفض كل حاجه المراهق في الفتره دي بيرفض كل حاجه والتردد انه هو متردد يعني احنا هنقوله دي حاجه طبيعيه لا هو الفتره دي بتتسم ب... بن... لا يعني وتمرد دايما بنلاقي المراهق في حاله تمرد دائم برضه هنلاقي ان هو بيتسم الفتره دي ان هي بتتميز بالنوم الكتير هنلاقي المراهق بينام كتير على عكس العاده فديت حاجه ممكن نقول عليها مرضيه فهنبدا برضو نبحث يعني المفروض الام او او الوالد يبداوا يعملوا تشيك اب كل ست شهور يعملوا كشف دوري على الابناء يشوفوا مثلا يعني النوم الكثير ده هل هو مرضي ولا عرضي؟ يعني مرضي مثلا لو مرتبط بالغده فيتامين د يبدا الام والاب يبحثوا ويديهم الحاجات اللي ناقصه دي هل برضك اللي هو الحديد نقص الحديد هو ده المسبب النوم الكثير؟ لكن هي من سمات المرحلة مرحلة المراهقة النوم الكتير إن الطفل ينام كتير فإحنا بنلاحظ برضو إن الطفل في المرحلة دي هو طفل إحنا بنسموه طفل لأن المراهقة بتبدأ من سن 11 لغاية 18 ففي الفترة دي هو بينمو جسميا بس العقل بيبقى لسه عقل طفل يعني هنلاحظ كلنا حتى المرحلة دي بتتسم ب يعني ب... بتضارب السلوك فالمرحله دي بيبقى فيها تضارب سلوك كبير لازم الام برضو تستوعب لازم المربي يكون واعي للاحداث اللي بتحصل حواليه وتكون الام ملمه بكل اللي بيحصل حواليها والاب فهنلاقي ان فترات النوم الكتير دي من سمات الفتره بتاعت المراهقه دي فلازم الام تتابع برضو لو مش مرضيه خلاص لكن هي دي شيء طبيعي حتى زمان كانوا الجدات يقولوا ده الطفل بيكبر وهو نايم كنا نسمعه كده ففعلا هو في غده برضه بتتفرز وقت النوم هي دي بتسبب هرمون النمو الغده دي بتشتغل وقت النوم بس ولازم يبقى, يبقى موضوع مواعيد نوم مهمه كمان هم. عشان النمو بتاع. عشان النمو ايوه في نقطه عادة على حضرتك عليها ونقطه مهمه كيف انشئ طفلا مبدعا أيوة كيف أنشئ طفلة مبدع دي حضرتك برضو بتيجي من الأب والأم في أب وأم بيبقوا يعني عاديين بيربوا التربية العادية اللي هو الأب يخرج للرزق بتاعه يوديهم المدرسة يعمل اللي عليه في البيت أكل والملبس وكده دي التربية العادية في بعد كده هنقوله أب وأم مبدعين بس قليل يعني أبدعوا بس قليل يعني بيحاولوا يشوفوا الجانب المضيء في ابنهم ويحاولوا يشجعوه مرة يعني مرة كده طفرة إنما هنقول الأب والأم المبدعين بيتابعوا أبنائهم ويشوفوا إيه الجوانب اللي فيهم الجوانب الإيجابية المضيئة ويبتدوا يشتغلوا عليه يعني لو الابن ده برضو زي ما قلت لحضرتك في الجوانب الأدبية متميز في حاجة معينة يبدأوا يشتغلوا عليه لو متميز في الجوانب العقلية يبتدوا يشتغلوا عليه برضو ممكن نشوفوا الأبناء دول يعني عندهم نجيب لهم كذا حاجه نشغلوهم بيها في البيت يعني دايما ما نخلوش الابن قاعد فاضي دايما يبقى في حاله شغل دايما يعني انا استحضرني برضو مقوله للشيخ الشعراوي كان كان بيقول اهم حاجه ان احنا ما نسيبش وقت فراغ ابدا للابناء لازم نجذبهم يعني كان يقول انا اجيب ابني واقول له اقرا لي الجرنان وانا اقدر اقرا انا بقرا الجرنان كويس بس هو عايز يستقطبه يخليه يشتغل يخليه ما يضيعش وقته يخلي عقله يفكر في حاجات تانية غير يعني حاجات إيجابية فالأب المبدع بيكون متواجد مع ابنائه دايما لازم يعني يحاول يكون متواجد بصورة يعني دائمة يحاول يدخل معهم في نشاطاتهم المشاركة يحاول الأب والأم دايما يبقوا مشاركين مع ابنائهم في كل المجالات التشجيع يشجعهم يحاول يشوف إيه الحاجة اللي هو متميز فيها يشتغل فيها لو في نوادي للمبدعين يبدا يوديهم نوادي مبدعين ما فيش مشكله في دورات تدريبيه يشتغل عليها يوديهم دورات تدريبيه في نوادي في حاجات زي كده يبتدي يسعى ويدور ودول دول سعيه وان للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى والابناء من سعي الاباء الاباء فلازم يشتغلوا صح يشوفوا يعني الابناء متميزين في ايه ويبداوا ي... يدور وراهم يشوفوا الجوانب اللي هم متميزين فيها عقلية أدبية قصة كتابة قصة يبدأوا يجيبوا لهم ورق يجيبوا لهم قصص وبالمناسبة برضو في في التربية بالقصة دي جميلة جدا يعني إن, إن أنت تربي أبنائك بالقصة عايز تثبت معلومة عندهم أو حاجة حتى المعلومات يعني من من الحاجات النفسية اللي اتعملت مؤخرا الدراسات النفسية ان التربيه الجنسيه بالقصه بتثبت اكتر عند الاطفال بالقصه برضو هنقول ان التربيه بالقدوه ان الابن او الابنه ما يقدروش يعني يعملوا اي تصرف الا لما يشوفوا الاب والام هندي مثال مثلا له الصلاه انا ناديت ابني تعالى صلي فانا لو قلت له من هنا للسنه الجايه استحاله هو هيدخل ويصلي لازم يشوفني انا او ابوه بنصلي قدامه فبالتالي هو هيقلدنا دي اهم نقطه اللي هي التربيه بالقدوه لازم الابن يقلد ابوه وامه ويحاكيهم في اللي هو بيشوفه برضك من المشكلات برضه ان احنا دي مشكله مهمه ان احنا مثلا اما نيجي طفل عايزين ناخده منه التليفون او ناخده منه ريموت التلفزيون ده بيبقى صعب جدا فلازم في الوقت ده نوجد بدايل يعني يعني اخد منه لازم اوجد بدايل انا خدت ده لازم يبقى فيه قصه احكيها له احنا هنروح نادي احنا هنلعب رياضه معينه انا هشترك معاك في ممارسه حاجه لازم اسحب منه حاجه اشتغل معاه في حاجه تانية فيعني الابناء برضو ديت ثروه كبيره لازم الاباء تهتم بيها وتراعيها كويس جدا نصيحه اخيره لولي الامر اللي عنده ابن او بنت نصيحة ليهم لان بنشوف في الفترة الحالية اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك هو اللي بقى بيربي تصدر ايوه فعايزين نصيحة من حضرتك لأولياء الأمور هو أولا يا دكتور الصبر ثم الصبر ثم الصبر في تربية الأبناء التربية عايزة صبر والدعاء له الدعاء باستمرار وان احنا نبقوا محاوطينهم الاب والام لازم يبقوا محاوطين ابنائهم ما يسيبوهمش ابدا في غرفه مثلا مغلقه مده طويله لازم يتابعوهم ولا في مكان مده طويله لوحدهم لازم الاب والام يبقوا على دماغهم زي ما بنقوله كده يبقوا متابعين الابناء بيعملوا ايه مين صحابهم ده صاحبك طب ايه, إيه؟ نحاول مثلا نشارككم معانا في حاجات كتير في المنزل إيه يعني ممكن نعمل لهم يوم ترفيهي اليوم ده برضه في البيت يعني مره كل شهر نحاول نجمع صحابهم اللي لهم نفس الافكار بتاعتنا ونفس والام تصنع حاجه كويسه والحاجات اللي الابناء ما بيقدروش يعملوها بره البيت يعملوها قدامها في البيت كلبس ك يعني هدايا رمزيه حاجات كل حاجه يعملوها في البيت قدام قدام الابوين فانا بنصح كل ابو وام بالصبر والدعاء دي اهم حاجه في في الموضوع عشان الصحه النفسيه تبقى الابناء يطلعوا اسوياء في المجتمع دكتوره مها بوالي اخصائي الصحه يعني النفسيه نورتينا وشرفتينا الله يخليك الله يكرمك يا دكتور شكرا, شكرا. شكرا لحضرتك المعلومات شكرا لحضرتك دكتور شكرا ليكي اعزائي المشاهدين وبكده انتهينا من هذه الفقره بعد قليل الفتره او الفقره الثالثه فاصل ونرجع مره ثانيه أعزائي المشاهدين ورجعنا ليكم مرة تانية وصناع الريادة والفقرة المنتظرة مع فضيلة الدكتور إسلام رمضان الشنوري إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والداعية الإسلام الشهير دكتورنا منور الله يحفظك يا دكتور عادل وربنا يبارك في حضرتك الله يبارك فيك هنتكلم النهاردة عن موضوع الاستقامة نعم وما بنبص حوالينا كتير ومغريات الحياة بقت كتيرة قوي 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 وانتشار التواصل الاجتماعي بقى بشكل كبير فاللي يستقيم النهاردة يعني بيبقى فيلت يعني فعايزين نعرف من حضرتك معنى الاستقامة في اللغة وفي الشرع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في البداية يعني أشكر حضرتك دكتور عادل على هذا الطرح الطيب الاستقامة في اللغة هي ضد الاعوجاج، يقال استقام الشيء يعني خلى ذلك الشيء من الاعوجاج، واستقام المؤمن يعني سلك الطريق القويم، ومنه أُخذ قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ده بالنسبة للمعنى اللغوي، لكن في معنى الاصطلاحي الشرعي ما أفضل أن نتعرف على هذه المعاني من أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل ألا وهم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق لما سئل عن الاستقامة قال هي ألا تشرك بالله شيئا نفي الشرك مع الله عز وجل إذا فعل الإنسان ذلك بحق وصدق فقد حقق الاستقامة سيدنا عمر بن الخطاب لما سئل قال هي امتثال الأمر واجتناب النهي ولا تروغ روغان الثعالب يعني ما دام الإنسان امتثل كل الأوامر وابتعد واجتنب عن كل النواهي ولا يروغ الانسان روغان الثعالب فقد حقق الاستقامه لله. سيدنا عثمان لما سئل عن الاستقامه قال هي اخلاص العمل لله، يعني ان يكون عملك خالصا لله، ليس فيه رياء ولا سمعه ولا في عملك شيئا لاحد. اذا فعل الانسان ذلك بحق وصدق فقد حقق الاستقامه لله. سيدنا علي لما سئل عن الاستقامه اعطى معنى رائع وتقريبا يحققه كل مسلم، فقال الاستقامه هي اداء الفرائض، يعني ما دمت قد اديت الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليك كامله دون نقصان، فانت من المستقيمين كقول علي بن ابي طالب صلى الانسان صلاته وصام الصيام المفروض واخرج زك زكاته اذا حافظ الانسان على فروضه فقد حقق الاستقامه، الاستقامه ثابته في القران وفي السنه، قال الله عز وجل مخاطبا النبي الكريم فاستقم كما امرت. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو بيفسر هذه الايه بيقول: ما نزلت ايه اشد ولا اشق على النبي الكريم من هذه الايه، اصعب ايه نزلت على النبي الكريم هذا النداء فاستقم كما امرت. تخيل حضرتك لما يكون ذلك النداء موجه للنبي الكريم وهو خير البشر أفضل الناس خير الناس على الإطلاق غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول له فاستقم كما أمرت فما بالنا نحن الذين ربما لا بد وأن يكون ذلك الأمر موجه لنا والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لنا فيه القدوة الحسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا وأسوة لنا عشان كده يتعلم الإنسان من الرسول الكريم سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي بيسأل النبي ذات يوم فبيقول له إيه يا رسول الله كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك تخيل لما سيدنا س... آه سفيان بن عبد الله يسأل النبي السؤال ده يعني كل في الإسلام قولا جامعا شاملا لمعاني الدين إجابة النبي تكون إيه النبي يقول له كل آمنت بالله ثم استقم كل في الاسلام قولا جامعا شاملا لمعاني الدين يقول له قل امنت بالله ثم استفتح حديث سيدنا جابر بن عبد الله بيقول كنت يوما عند النبي الكريم فرسم النبي خطا كبيرا على الارض راح النبي وقاعد مع الصحابه خط بايده كده خط على الارض ثم رسم عن يمينه خطين صغيرين اليمين الخط الكبير راح النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطين صغيرين ثم رسم عن يساره خطين صغيرين ثم وضع النبي يده على الخط الكبير وقال هذا سبيل الله ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما الخط الكبير فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الخط الصغيرة فتفرق بكم عن سبيل عشان كده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان دايما يقعد لابن آدم في كل حياته ويخلي الإنسان يهرب حتى لا يحقق درجة الاستقامة فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها له في كل وقت فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين أبائك تدخل في الدين وتسيب دين أبيك ودين أمك وأجدادك قال النبي فعصاه ابن آدم فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة قال أتهاجر وتترك أرضك وسمائك هتسيب بلدك وتسيب دارك وتسيب عزوتك وعائلتك قال النبي فعصاه ابن ادم فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد قال اتجاهد فتقتل فتنكح امراتك ويكسم مالك قال النبي فعصاه ابن ادم فجاهد ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه اللي يعمل كده اللي يجاهد اللي اسلم اللي يهاجر اللي يجاهد نفسه على المعصيه يبقى ربنا سبحانه وتعالى يضمن لذلك الانسان دخول الجنه في جزئيه مهمه فضيله الشيخ وهي ايه هي العلامات والصفات اللي نشوفها في الشخص يبقى ده, ده مستقيم يعني نعم. ما هي علامات الاستقامه نعم علامات اهل الاستقامه اربع كما قال احد العلماء اعلم ان لكل شيء علامه كل شيء له علامه وعلامات اهل الاستقامه اربع العلامه الاولى ان تكون مثل الجبل قالوا ليه الجبل قالوا لأن الجبل لا يزيبه الحر ولا يضره البرد ولا تحركه الرياح الإنسان المستقيم على منهج الله مثل الجبل لا تؤثر فيه مصيبة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والأمثلة كثيرة في العلامة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة في حياته يتعرض النبي الكريم من أشد الإذاء من عمه أبي لهب ثم من امرأته أم جميل وما يزيد النبي الكريم من هذا البلاء كله الا صلابة وثباتا على دين الله عز وجل. لما ذهب النبي الكريم الى الطائف قام سادة ثقيف وسلطوا على النبي الكريم سفهاءهم وصبيانهم حتى ادموا قدم النبي الشريف وسالت الدماء الزكية من قدمه صلى الله عليه وسلم. ملك الجبال ينزل بامر من ربنا سبحانه وتعالى فيقول له يا محمد إن الله أمرني أن أطيعك فلو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين لو أردت إن أن أطبق عليهم الجبلين لفعلت يروح النبي يقول له لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله سيدنا أبو بكر لما أعلن إسلامه قيل أنه كان في المسجد فقام المشركون وضربوه ضربا شديدا بالأيدي والنعال حتى لا يرى ظهره من بطنه وظن الصحابة أن أبو بكر الصديق قد مات سيدنا عثمان بن عفان لما اسلم قام اهله وراحوا واخدين سيدنا عثمان ولفوه في جريد النخل واوقدوا النار من تحت. سيدنا بلال بن رباح قصته كلنا عارفينها يخرجونه تحت حراره الشمس المحرقه ويضعون حجرا كبيرا على صدره فهو يقول احد احد ما يصده ذلك عن دين الله. خباب بن الارت ياخذوه المشركون ويضعون ظهره على الفحم حتى يتساقط اللحم وما يبقى الا العمود الفقري من سيدنا خباب بن الأرط الأعجب من كده سيدنا عمار بن ياسر وأبيه وأمه يأخذونهم الثلاث يعذبونهم تعذيبا شديدا وأبو جهل يمر عليهم في شدة العذاب تروح أم سيدنا عمار شتماء فيقوم ذلك الكلب بوضع خنجره في فرجها فتموت وتسمى سمية بأول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاه سيدنا عمار مش قادر يستحمل ابوه يموت من شده التعذيب امام عينه، وامه تموت بهذه الطريقه حتى كفر سيدنا عمار بالنبي الكريم، وهو ما يكفر به عن قلبه ابدا، لانه مش قادر يستحمل اكثر من كده. فذهب الى النبي الكريم وهو في غايه الحزن، فقال النبي يا عمار وان عادوا فعد وربنا ينزل في حق سيدنا عمار ايه تتلى ليوم الدين، وهي قوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره ده اسمه اكراه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يبقى دي العلامه الاولى ان تكون مثل الجبل العلامه الثانيه قالوا ان تقابل الاساءه بالاحسان الانسان دايما لما يقابل اساءه من احد الناس يقابلها باحسان حتى يكون انسان اكرم منه عشان كده كان ذلك هدي النبي الكريم العلامه الثالثه سريعا الا تطيع نفسك الاماره بالسوء لأن الإنسان نفسه لا تأمر إلا بمعصية الله. قالوا فلا بد أن ألجمها بلجام التقوى، وأن نحول المعصية فيها إلى طاع العلامة الرابعة أن تعلم أن الدنيا وما فيها من متاع فإنه زائل. أن يعني يعلم الإنسان أن كل هذه الحياة الدنيا سوف تذهب بعيدا، وأن هذا النعيم إلى زوال، لأن الله عز وجل قال: "وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور" والنبي الكريم يلخص ذلك في حديث رائع فيقول النبي الكريم من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه في ناس كده في الدنيا دكتور عادل هو في دماغه الآخرة بس في دماغه أن يصلي بس في دماغه أن يصوم في دماغه أنه إزاي يحج السنة مش معاه فلوس بس هو دماغه جايبة كده جايبة الأعمال الصالحة ربنا سبحانه وتعالى يكرمه عشان ده بيقول إيه من كانت الآخرة همه هو والاخره في همه ومزاجه كله في الاخره جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه تيجي الحد عنده طب الثاني الصنف الثاني ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. في نقطة مهمة ما هو جزاء أهل الاستقامة وتكملة السؤال كده وهل تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة؟ الله سؤال جميل جدا فعلا وهل الملائكة تتنزل على أهل الاستقامة ولا لا؟ قال الله عز وجل في جزاء هؤلاء، هؤلاء الصالحين المصلحين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ممكن ناخد مداخلة؟ ماشي تفضل ونرجع. الو؟ الو السلام عليكم. أسماء اتفضلي. أيوه ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي. اه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا فضيله الشاي الحمد لله أه لو سمحت انا عندي ثلاث اسئله مسالين عن اولادي عندي طفله عندها سبع سنين وانا مصومها السنه دي تمام فده يعني فيها حاجه يعني لو هي صامت ولا ايه لان انا كل اللي حواليا بيقولوا لي حرام عليكي لسه صغيره وكده يعني هو هو من الاولى حضرتك يعني يكون الصيام ده عن طريق التعويذ تعوديها لو لحد الظهر فقط لحد العصر لكن وقت سبع سنين الموضوع يبقى صعب شويه عليها واحنا عايزين نحبب الاولاد في الطاعه فخليها لحد مثلا 10 سنين مقارنه بالصلاه يعني مش بتشتكي ان هي جعانه او كده فانا يعني ايه لما ما لقيتها عدت اليوم عادي كل يوم انت تعبانه انت عطشانه لا فلما لقى 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 لقيتها كده فهمت عادي تمام لو كان البنت ب... يعني هي حابه في ذلك الامر وحضرتك بتعملي لها زي تحفيز وجوائز وشايفه عليها ان هي لا, لا ترهق لا والله بس هي حابه الامر ان هي يعني ايه صايمه ف... بابا وماما صايمين واخويا فهي لو حضرتك شايفه ان هي لا ترهق بذلك الامر فالامر أي. مباح لكن لو شايفه انه في يعني اسقال عليها فمن الاولى انها تفطر وتتعود فقط يعني لحد الظهر لحد العصر نعودها بس لكن لو طيب. هي بتصوم ومفيش مشكله معاها بما ان الجو شتاء يعني فمفيش مشكله ها. ان شاء الله طيب التاني. السؤال الثاني بقى ابني عنده تسع سنين بس هو امبارح هو كان صايم بس امبارح بقى شرب بس ايه يعني خاف يقول لي ان هو ان هو شرب يعني تمام شرب متعمدا يعني عامدا بمزاجه يعني ايوه طيب السؤال ايه بقى؟ السؤال ايه هو السؤال؟ السؤال هنا بقى يعني في وزري مثلا برضه يعني هو صغير لسه هو يعني لم يبلغ منه. الحلم وليس عليه تكليف للصيام وهو كون انه قال لحضرتك ان هو شرب ده احنا نعمله جايزه ونكافئه وربنا يبارك لك في حضرتك فيه لان هو كده طالب مجتهد بس انا يعني يعني لا ولا لا وحضرتك مش, مش عليك وزر ليس عليك وزر ولا اسم ولا هو عليه وزر ولا اسم خالص لان م. هو ليس مكلف وليس مامور بالصيام على الاطلاق في ذلك الوقت. م. السؤال اللي بعده حضرتك. طيب ماشي يا ماشي. ماشي. شكرا. شكرا. تقريبا كان عندها سؤالين. طيب. نكمل كده جزاء اهل الاستقامه. م. نعم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم كل ذا المين لأهل الإيمان والاستقامة العلماء حضرتك يقولوا إمتى الملائكة تنزل على أهل الإيمان والاستقامة ونعرفهم إزاي انقسم العلماء على قولين القول الأول قالوا تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت واستدل ذلك الفريق بقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الفريق ده بيقول إن الإنسان الصالح وهو على فراش الموت تلقى حضرتك بيكلم أناس هو وحده الذي يراه وممكن تلقى بيبتسم مش عارفين بيكلم مين قالوا إن هو بيكلم الملائكة نزلوا من عند ربنا سبحانه وتعالى لكي يثبتوا ذلك العبد المؤمن ده القول الأول القول الثاني أن الملائكة تتنزل على اهل الايمان والاستقامه عند خروجهم من القبور وهم خارجين من القبور لارض المحشر وده قول سيدنا عبد الله بن عباس استدل ذلك الفريق بايه وحديث قال تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا قالوا يعني ركبان والحديث سريعا يحشر الناس يوم القيامه ثلاثه اصناف صنف مشاه يطلعوا من القبور يمشوا على رجليهم وصنف ركبان يخرجون من كبرهم يرون الملائكة معهم ركبان قد أعدوها وهيئوها قالوا إن دي الملائكة نزلت من عند الله عز وجل لتثبت ذلك العبد المؤمن عايزين نختم لقائنا يعني بدعاء وإحنا متعودين من أول يوم 16 رمضان كده كل يوم لازم دعاء كده في ختام نعم. الحلقة فتفضل فضل الشيخ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد ابدا ابدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملا الاعلى ويوم الدين اللهم اجعلنا بالصلاه والسلام عليه من الفائزين ولحوضه من الواردين وبيديه الشريفتين من الشاربين ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار تقبل يا ربنا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر اعمالنا اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا فيها من السعداء اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا ورقاب امهاتنا من النار اللهم رب لنا ابناءنا وبناتنا واحفظ لنا اباءنا وامهاتنا اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والمعاصي والاثام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاه نقمتك وجميع سخطك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اصبب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عمن سواك اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارفع عنا الغلاء والبلاء وسائر انواع الداء اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه اللهم ايدهم وانصرهم يا رب العالمين اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا تقبل شهداءهم واطعم جائعهم واكس عاريهم وارزقنا صلاه في المسجد الحرام وارزقنا صلاه في المسجد الاقصى وارزقنا صلاه في المسجد النبوي برحمتك يا رب العالمين ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم لا تخرجنا من هذا اليوم الا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجاره عندك لا تبور يا عزيز يا غفور نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا علمنا منه ما جهلنا ذكرنا منه ما نسينا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ الدكتور اسلام رمضان الشنور ينورتنا وشرفتنا الله اللهم امين اعزائي المشاهدين وبكده انتهينا في بنهايه هذا اللقاء نشوفكم على خير بكرة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته